ولإلقاء نظرة أكثر عمقا على العلاقات المصرية التركية في سياق زيارة الرئيس التركي، ينضم إلينا الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بك معنا أستاذ صلاح، ما وصفك الخاص لهذه الزيارة في توقيتها وأجندتها؟ هو طبعا الزيارة تعد ميلادا جديدا للعلاقات المصرية التركية، طبعا هي بداية جديدة وعلاقات متجذرة بين البلدين تعود لأكثر من 1000 عام كما أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. طبعا الزيارة في هذا التوقيت زيارة مهمة، لأنها تأتي في ظل الصراعات والأزمات التي تشهدها المنطقة، خاصة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والتهديدات المستمرة لأمن واستقرار هذه المنطقة، الأمر الذي يشكل أهمية كبيرة لهذه الزيارة، لأن القاهرة وأنقرة تعد دولتان كبيرتان في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب أن هذه الزيارة تكتسب أهمية استثنائية لأنها تعد الأولى من نوعها بعد توقف الزيارات على مستوى رؤساء الدول بين الجانبين بعد الزيارة التي قام بها الرئيس التركي عبد الله جول عام 2013، فهذه الزيارة تكتسب أهمية صحيح. بالغة تمهد لعلاقات طيب. متميزة. أستاذ صلاح، توقف للعلاقات ثم عودة وفتح صفحة جديدة للعلاقات بين مصر وتركيا، ووفقا لمعادلة المصالح المتبادلة، ما حجم المكاسب السياسية التي تحققها الدولتان في ظل أزمات إقليمية سياسية واقتصادية متلاحقة؟ هو طبعا العلاقات المكاسب السياسية التي ستتحقق من هذه الزيارة كبيرة للغاية، خاصة بعد توقيع الإعلان المشترك لإعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، إلى جانب طبعا العمل على رفع وتيرة التبادل التجاري بحيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار، وهو رقم كبير لأنه حجم التبادل التجاري الحالي بين القاهرة وأنقرة وصل إلى 7.8 مليار دولار. طبعا هذه الزيارة في هذا التوقيت تحمل الكثير من الرسائل، لعل أهمها طبعا يعني الوقوف وتحديد أجندة واضحة لمستقبل العلاقات بين البلدين، إلى جانب طبعا بحث التطورات الخطيرة وغير المسبوقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، لأنه طبعا القاهرة بما تمثله من ثقل سياسي وباعتبارها محور أساسي وركيزة أساسية لاستقرار هذه المنطقة، إلى جانب أنه أنقرة التي تعد عضوا فاعلا في حلف شمال الأطلسي، وهي البوابة للاتحاد الأوروبي، تعد أيضا يعني دولة كبيرة في محيطها. طيب. فتطوير العلاقات بين البلدين يتسم ويتسق مع طبيعة كما ذكرت أستاذ صالح، يعني العلاقات المصرية التركية لها أبعاد كثيرة وبالتأكيد لها عمق تاريخي مهم، وهذه العودة بتحمل الكثير بالتأكيد، لكن فيما يتعلق بالملف الآني والحالي والملف الذي يحمل الكثير من التعقيدات، ملف قطاع غزة والحرب على غزة، إلى أي مدى العلاقات المصرية التركية مهمة للمساعدة في حل هذه التعقيدات الموجودة في أستاذ صلاح في ملف غزة؟ تفضل. طبعا ملف غزة يشكل هاجس كبير لدول المنطقة، خاصة بالنسبة للقاهرة وأنقرة، وهناك رؤى مشتركة لطبيعة الصراع الجاري في غزة حاليا. القيادة المصرية طالبت عدة مرات بضرورة أن يتم العمل على وقف إطلاق النار، ويتم يعني حل هذا الصراع حلا جذريا باعتماد حل الدولتين، باعتبار أن هذا هو الحل الأنجع والأمثل لهذا الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل، إلى جانب أنه القاهرة وقفت حائط صد أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية والعمل على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وهذه الرؤية تتسق تماما مع رؤية القيادة التركية التي تطالب أيضا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وعلى العمل على وعدم تهجير الفلسطينيين وعدم تصفية القضية الفلسطينية، فتنسيق المواقف في هذا الاتجاه يؤدي بلا شك إلى الضغط على إسرائيل من أجل العمل
على إيقاف آلاتها العدوانية والحرب التي تمارس دون هوادة على قطاع غزة. فطبعا وجود الدولتان على هذا القدر أعتقد أنه يمثل قوة كبيرة لاستقرار هذه المنطقة والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة بكل ما تمتلكه الدولتان من إمكانات واتصالات وعلاقات مع دول العالم وأطراف مؤثرة وفاعلة في منطقة الشرق الأوسط. نعم، الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أشكرك جزيل الشكر.